هو الخبر في عدد اليوم الجورنال فيغ جاب عنوان يهم الرجاء، هذا موعد انطلاق البطولة الوطنية. وفي تفاصيل الخبر، حدات العصبة الاحترافية الأسبوع الثاني من شهر شوشنبير المقبل موعد انطلاق منافسات البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني. وأكد فوزي القجا رئيس الجامعة الملكية أمس الخميس أن برمجة البطولة الوطنية غتنطلق في الأسبوع الثاني من شهر شوشنبير المقبل، وغتراعي المشاركة المغربية في كأس العرب فيفا قطر 2021 وكأس أمم إفريقيا. يذكر أن كرة القدم المغربية غتكون ممثلة بأربعة أندية في المنافسات القارية، بحيث غيشاركوا فريقي الرجاء الرياضي والوداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في حين غيلعب الجيش الملكي ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية اللي توجوا بها النصر الخضر في الموسم الماضي. رجاويا وودادي باللائحة النهائية للأسود لمواجهة السودان وغينيا، وحسن بوسني فايدا لوزيتش قرروا باختيار ثلاثة اللاعبين من البطولة الوطنية ضمن اللائحة النهائية للأسود، واللي غتواجه السودان وغينيا كوناكري في شوشنبير المقبل برسم تصفيات مؤهلة لكأس العالم اللي غتستضفها قطر في 2022. وضمت اللائحة النهائية المنتخب الوطني لاعب واحد من الغريم التقليدي واللي هو يحيى جبران. في المقابل غيكون المنتخب ممثل بلاعبين من فريق الرجاء واللي هما أنس زنيتي وسفيان الرحيمي، فيما تم الاحتفاظ بأربعة عناصر ضمن اللائحة الاحتياطية يقدر يلجأ لها فايد في حالة إصابة أحد اللاعبين قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للأسود في 26 غشت الحالي. يشار أن المنتخب الوطني غيستقبل السودان فاتح شوشنبير المقبل بالمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط قبل مواجهة غينيا كوناكري في الخامس من الشهر نفسه. رسميا الكشف عن الطاقم التحكيمي لنهائي كاس محمد السادس بين الرجاء واتحاد جده. وذكرت مصادر اعلاميه مصريه متطابقه ان الاتحاد العربي لكره القدم استقر على هويه افراد الطاقم التحكيمي اللي غيقود نهائي كاس محمد السادس الانديه البطاله بين فريقي الرجاء الرياضي واتحاد جده السعودي. وقرر الاتحاد العربي اللعبه اسناد مهمه اداره المباراه النهائيه الحكم الصحي المصري محمود البنا بمساعده محمود ابو الرجال واحمد حسام طه وامين عمر كحكم رابع. هذا وغيتولى الحكم المصري جهاد قريشه اداره غرفه الفار رغم جدل اللي رافق معظم قراراته في المباريات الحاسمه واللي كان طرف ادارته عربيا وافريقيا. وتقامت مباراه اياب الدور النصف نهائي لبطوله كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله في عام 2021، بحيث لعب اتحاد جده ضد الشباب السعودي والرجاء ضد الاسماعيلي المصري في يناير الماضي. وكان الاتحاد السعودي تاهل للدور النهائي بعد اقصاء الشباب اتحاد الخارج ميدانه ذهابا بهدفين مثلهم قبل ما يفوز بالاياب على ملعبه بهدفين نظيفين، كما ان فريق الرجاء الرياضي تمكن بدوره من الصعود النهائي على حساب الاسماعيلي المصري بنتيجه اجماليه 3-1 بعد خسارته خارج ارضه بهدف للصفر ثم الفوز داخل الديار ثلاثيه نظيفه. غيابات بالجمله في تدريب فريق الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر، استأنف فريق الرجاء الرياضي تدريباته الجماعيه تحضيرا للاستحقاقات اللي كتنتظر الفريق في الموسم الجديد. وشهدت تدريب فريق الرجاء الرياضي امس الخميس غياب اكثر من لاعب لاسباب مختلفه، وفي مقدمتهم سفيان الرحيمي كيف سبق وشرنا لاسباب صحيه، فيما غاب عبد الرحيم الشاكير وانس زنيتي واياس الحداد بعد نهايه عقودهم. وكينتظر ثلاثي الرجاء المذكور حسم مصيره مع فريق الرجاء خلال الفتره المقبله، كما غاب محمد زريده بسبب الاصابه. وكيقود تدريبات الفريق المدرب سعد الشابي في اشاره انه غيواصل المشوار مع فريق الرجاء الموسم الجديد. وكيكتفوا النصر الخضر تحضيراتهم مديه ايس روما الايطالي ونهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله ضد اتحاد جده السعودي، بالاضافه للسوبر الافريقي ضد الاهلي المصري، وذلك ببرمجه حصتين تدريبيتين كل يوم. شباب محمدية يواصل خطف مواهب الرجاء الرياضي. واقترب فريق شباب محمدية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من الظفر بخدمات اللاعب الشاب معاذ مشتانيم الجناح الأيمن لأمل فريق الرجاء الرياضي. وأبدى الطاقم التقني لنادي شباب محمدية تحت قيادة محمد فاخر اللي تولى المهمة في الجولات الأخيرة الموسم الماضي اهتمام الكبير بمعاذ مشتانيم اللي كيتعتبر أحد المواهب الصاعدة في فريق الرجاء. وفي حالة ما ضم أي تمنى اللاعب معاذ مشتانيم، وهذا هو السيناريو الأقرب بحكم انتهاء عقد اللاعب، فغتكون صدمة كبيرة في محيط الرجاء بحكم أنه كان محصل عناصر بأمل الفريق بشهادة جميع المتتبعين، كما أنه أبان على مؤهلات محترمة في الدقائق اللي لعب ضد المغرب الفاسي في آخر دورة من البطولة الوطنية. يشار أن شباب محمدية كان ضم الشخص الرئيسي هشام عيتمنى في ميركاتو الشتوي الماضي بعض اللاعبين من صفوف النصر الخضر كعمران فيدي على سبيل الإعارة وزكريا الدرويش بصفة نهائية. جدير بالذكر أن عبد الرحيم الشاكر هو الآخر داخل ضمن اهتمامات فريق شباب محمدية بتوصية من المدرب محمد فاخر اللي سبق وأشرف على تدريبه فريق الرجاء الرياضي والمنتخب المحلي. نمر معكم لفقرة ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الإعلامية. غضب كبير من انصار الرجاء بعد الاعلان عن رحيل الرحيمي في الميركاتو. وفي تفاصيل الخبر، عبروا انصار فريق الرجاء الرياضي على امتعاضهم الكبير من المكتب مسير النادي بسبب رحيل نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري لانديه اخرى.
وأعرب جمهور الرجاء على تذمر إدارة الفريق بفعل تسريح أهم الركائز خلال الميركاتو الحالي، وذلك دون تعاقد مع لاعبين جدد لملء الفراغ اللي غيتركوا غياب نجمين على المجموعة. ودات مجموعة من جماهير فريق الرجاء في تدوينات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسياسة اللي كاينها جال مكتب مسير رئاسة رشيد الأندلسي، إذ كيعمل على إفراغ الفريق من اللاعبين المميزين، والرجاء مقبل على إجراء نهائي قوي أمام اتحاد جدة السعودي في 21 مغشت الحالي، ناهيك على نهائي السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري. وجات تدوينات أنصار فريق الرجاء الرياضي عقب تأكيد معلق الإماراتي عامر عبد الله أن سفيان الرحيمي وقع في كشوفات العين الإماراتي لمدة 4 سنوات، وحسب ما جاء في وسائل إعلامية إماراتية فقيمة الصفقة بلغت 3 ملايير سنتيم، وكان عامر عبد الله هو أول واحد أعلن على صفقة انتقال الدولي الكونغولي بن مالونغو وفريق الرجاء الشارقة الإماراتي. الرجاء الرياضي يستهدف التعاقد مع الحسن دحدوح، وأكدت مصادر صحفية أن فريق الرجاء الرياضي يستهدف التعاقد مع لاعبي البطولة الوطنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووضحت المصادر نفسها أن مسؤولي فريق الرجاء كيوضعوا مواجهين ضد الزمامرة الحسن دحدوح ضمن دائرة اهتماماتهم انتداب في الميركاتو الصيفي، خاصة أنه بصم على مستوى مميز رفقة الفريق الدكالي بالرغم من مواضعة قسم الأضواء، إذ كيتميز مؤهلات عالية هجوميا، مع العلم أنه ابن مدرسة الرجاء الرياضي إذ كان كيشرف عليه عبد الإله فهمي لما كان مدرب فريق الأمل قبل سنتين. وحسب نفس المصادر ففريق الرجاء الرياضي وضع ملف جناح ضد الزمامرة الحسن دحدوح كبلون بي في حال فشله في انتداب يوسف فحلي لاعب حسنية أكادير. يشال أن الحسن دحدوح كيتعتبر مطمع العديد من الأندية الوطنية بعد المستوى الجيد اللي دار به خلال الموسم الحالي، يتوصل بعروض من فرق الرجاء الرياضي للجيش الملكي وشباب محمدية. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونطلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.